بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخواني وأبناء الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله. طلاب مدارس الإمام الشافعي الصف الثالث، بدأنا الحديث في الحصص السابقة عن مشتقات الهيدروكربونات، وتحدثنا فيها عن الكحولات والإيثرات والأمينات. امتدادا لهذه الحصة أو مشتقات الهيدروكربونات، اليوم حنتحدث عن حصة جديدة وهي مركبات الكربونين. الفكرة الرئيسية لهذه الحصة: تحتوي مركبات الكربونيل على ذرة أكسجين ترتبط برابطة ثنائية مع الكربون في المجموعة الوظيفية، أي بمعنى نحن عايزين نتحدث عن مركبات بتحتوي على مجموعة وظيفية تسمى بمجموعة الكربونيل، وهي عبارة عن ذرة أكسجين مرتبطة برابطة ثنائية مع ذرة كربون. في هذا الدرس سوف نتعرض لمعرفة الألدهيدات والكيتونات والأحماض الكربوكسيلية والإسترات والأميدات، ونتعرف على مجموعة من التفاعلات المختلفة لهذه المركبات. مركبات الكربونيل، أهداف الدرس: عايزين نحدد المركبات العضوية التي تحتوي على الكربونيل، وطبعا هي المركبات اللي نحن ذكرناها في النقطة السابقة. نناقش خواص المركبات التي تحتوي على الكربونيل، أي بمعنى أنه حنتحدث عن الخواص الفيزيائية والخواص الكيميائية بالنسبة لهذه المركبات. مراجعة المفردات: عندنا مفردة قديمة ومعروفة بالنسبة لنا اللي هي الكهروسالبية، والكهروسالبية تعني مقدرة الذرة على جذب الإلكترونات. فكل ما كانت الذرة عندها المقدرة على جذب الإلكترونات فهذه بنطلق عليها أنها لديها كهروسالبية عالية. المفردات الجديدة من المفترض أنك تتعرف عليها: مجموعة الكربونيل، الألدهيدات، الكيتونات، الأحماض الكربوكسيلية، الإسترات، الأميدات، وتفاعلات التكاثف. أول من هذه النقاط حنقف على دراسة الألدهيدات كأول مركبات للكربونيل. الألدهيدات تعريفها: هي مركبات عضوية تقع فيها مجموعة الكربونيل في آخر السلسلة، وتكون مرتبطة بذرة كربون متصلة بذرة هيدروجين، أي بمعنى أنه مجموعة الكربونيل بتكون في نهاية السلسلة ومتصلة معها ذرة هيدروجين. يعني لو وجدت مجموعة كربونيل متصلة بذرة هيدروجين أعرف أن هذه المجموعة هي مجموعة الألدهيد، أو هي مجموعة مميزة للألدهيدات عموما. مجموعة الكربونيل اللي هي سي دبل بوند او بتكون مرتبطة مع ذرتين، ذرة تكون كربون والذرة الأخرى بتكون هيدروجين. الصيغة العامة للألدهيدات RCHO، أي بمعنى إنه R هي عبارة عن مجموعة الكيل زي ما تعرفنا عليها في الحصص السابقة. أبسط الألدهيدات عندنا الميثانال. الألدهيد أبسط ألدهيد بيحتوي على ذرة واحدة من ذرات الكربون ويسمى بالميثانال، واللي هو صيغته HC double bond O H. وأيضا للميثانال اسم شائع أو اسم بيعرف بالميثانال اللي هو بيطلق عليه اسم الفورمالدهيد، بيطلق عليه اسم الفورمالدهيد. أيضا الإيثانال، والإيثانال بيتكون من ذرتي كربون CH3 C double bond O H، والاسم الشائع بالنسبة للإيثانال اللي هو الأسيتالدهيد، أو بيطلق عليه اسم الأسيتالدهيد.
تسمية الألدهيدات أي بمعنى نحن كيف بنقدر نسمي الألدهيدات؟ أولا اسم الألكان المقابل زائدا المقطع آل. يعني مثلا أنا لو لقيت مثلا أو وجدت ثلاثة ذرات كربون أو المركب مكون من ثلاثة ذرات كربون، فهذا عبارة عن البروبان، ما عليك إلا تضيف المقطع آل على أساس إنك تميز هذا المركب من المركبات الأخرى، لكن شرط إنك تلقى مجموعة الكربونيل متصلة بذرة هيدروجين في نهاية السلسلة. مثال عندنا جدول عايزين نسمي هذه المجموعة، طبعا الصيغة العامة زي ما تعرفنا عليها اللي هي RCHO و R تمثل مجموعة ألكيل أو ذرة هيدروجين على حسب، ومجموعة الكربونيل اللي هي ذرة كربون متصلة بذرة أكسجين برابطة ثنائية. أول مركب عندك اللي هو HCOH اللي هو ده نحن تعرفنا عليه اللي هو ده اسمه الميثانال، وتعرفنا على الاسم الشائع للميثانال اللي هو الفورمالدهيد. أما المركب الثاني اللي هو ذرة الكربون متصلة بثلاث ذرات هيدروجين بالإضافة إلى مجموعة الكربونيل متصلة بذرة هيدروجين، إذن ذرتين من الكربون معناها الميثان، وعفواً معناها الإيثان، ونضيف آل يبقى الاسم الإيثانال، والإيثانال الاسم الشائع للإيثانال يسمى بالأسيتالدهيد أو بيطلق عليه اسم الأسيتالدهيد. أيضا المركب الثالث وغير مكتوب عندنا اللي هو بيتكون من ثلاثة ذرات كربون اللي هو حيكون البروبان معناه البروبانال، أربعة معناه البيوتانال، وهكذا لغاية نهاية سلسلة الألدهيدات. المركب الموجود في الأسفل، انت لو لاحظت المركب الموجود في الأسفل بتلقى اللي هو حلقة بنزين متصلة بثلاثة ذرات كربون، من ضمن هذه الذرات ذرة الكربون الأولى والثانية بيناتهم في رابطة ثنائية بالإضافة إلى مجموعة الكربونيل معها ذرة هيدروجين، وهذا المركب بيطلق عليه اسم ثلاثة فينايل بروب اثنين إينال. بروب جاي من اللي هو ثلاثة ذرات من الكربون اللي هو ثلاثة فينايل بروب اثنين إينال، وهذا يسمى بالسينامالدهيد، بيطلق عليه اسم السينامالدهيد. المركب اللي بعده اللي هو حلقة بنزين متصلة بمجموعة هيدروكسيد ومتصلة بمجموعة كربونيل متصلة بذرة هيدروجين، هذا يسمى اثنين هيدروكسي بنزالدهيد، يسمى باثنين هيدروكسي بنزالدهيد، وهذا المركب الاسم الشائع له يسمى بالسالسالدهيد أو السالسالدهيد، بيطلق عليه اسم السالسالدهيد. أما المركب الثالث حلقة بنزين متصلة بمجموعة كربونيل متصلة بذرة هيدروجين، وهذا يسمى فينايل ميثانال أو بيطلق عليه اسم الفينايل ميثانال أو بيطلق عليه الاسم الشائع بنزالدهيد أو بنطلع عليه اسم بنزالدهيد. هذا الجدول موجود عندك في صفحة 90 في الكتاب، ممكن ترجع للجدول وتحفظ هذه المركبات لأنها ضرورية ومهمة بالنسبة لك. خواص الألدهيدات، نتحدث عن الروابط الهيدروجينية بالنسبة أو الموجودة في الألدهيدات. طبعا الملحوظة الأساسية في الألدهيدات إنه الألدهيدات عموما بتحتوي على مجموعة قطبية ونشطة جدا اللي هي مجموعة الكربونيل، دي من البداية إنها تحتوي على مجموعة قطبية، أي بمعنى إنه الألدهيدات أنا ممكن أصنفها من المركبات القطبية. لا تستطيع الألدهيدات تكوين روابط هيدروجينية بعضها مع بعض، علل لماذا لا تستطيع الألدهيدات تكوين الروابط الهيدروجينية؟ لأن الألدهيدات أو جزيئات الألدهيدات لا تحتوي على ذرات هيدروجين مرتبطة مباشرة مع ذرة
أكسجين، يعني ما بتكون أو ما بتكون للروابط الهيدروجينية، لأنه ما موجود عندنا في الألدهيدات إنه في ذرات هيدروجين تكون مرتبطة مباشرة بذرات الأكسجين. الخاصية الثانية اللي هي درجة الغليان. السؤال: درجة غليان الألدهيدات أقل من درجة غليان الكحولات، علل لماذا درجة غليان الألدهيدات أقل من درجة غليان الكحولات؟ طبعا لأن الألدهيدات لا تكون الروابط الهيدروجينية، لأنه أصلا أي مركب لا يكون روابط هيدروجينية فدرجة غليانه بتكون قليلة جدا أو أقل من الكحولات، زي ما تعرفنا على درجة غليان الإيثرات في الحصة قبل السابقة. أيضا الذوبان في الماء، تذوب الألدهيدات في الماء، يعني السبب اللي بيخلي الألدهيدات تذوب في الماء إيه هو؟ السبب إنه جزيئات الماء لها القدرة على تكوين روابط هيدروجينية مع الأكسجين الموجود في الألدهيدات، أي بمعنى إنه لو وضعنا ألدهيد في الماء ففي هذه الحالة يمكن أن يذوب الألدهيد في الماء. ليه؟ لأنه الماء ممكن تكون الروابط الهيدروجينية، وأي مركب يقدر على تكوين الروابط الهيدروجينية عنده إمكانية إنه يذوب في الماء، فهو عبارة عن مركب قطبي، فالمركب القطبي بيذوب في الماء مباشرة زي ما تعرفنا في بداية حديثنا عن الخواص أو خواص الألدهيدات. نجي للنقطة الأخيرة اللي هي استخدامات الألدهيدات. أول مركب اللي هو الفورمالدهيد، والفورمالدهيد نحن عرفناه إنه هو الإيثانال، بيستخدم في عمليات الحفظ عدة سنوات، ويستخدم للتفاعل مع اليوريا لصناعة نوع من الشمع المقاوم، وأيضا بيستخدم في صناعة المواد البلاستيكية الصلبة زي الأزرار، وبيستخدم في صناعة قطع غيار السيارات والأجهزة الكهربائية، وأيضا الغيرة المستخدم في التصاق أو لصق الخشب مع بعضه البعض. أيضا عندنا مركبين اللي هم البنزال دهيد والسلسل دهيد، وهذان المركبان بتعطي اللوز النكهة الطبيعية، وأما السلسل دهيد بيتم بواسطته إنتاج كميات كبيرة من القرفة، والقرفة معروفة من التوابل المعروفة، عندها طعم مميز وعندها أيضا رائحة مميزة. لهذا بهذا بنكون قد وصلنا إلى نهاية الحديث عن الألدهيدات، على أمل اللقاء معكم في الحصة القادمة بإذن الله، نتحدث فيها عن الكيتونات والأحماض الكربوكسيلية. ولهذا الوقت أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.